عسلامة واضح. شكرا لكم على الاستضافة، فرحان برشا اللي بحضركم اليوم. اللي عمري 10 سنين انا بديت نشطح في العائله نتاعي، ساشون كو العائله نتاعي عائله فنيه بجدارة، يعني العائله ما تشطح تغني تمثل. دونك تولدت في محيط عائلي اسمح لي اني نخلط الشيء اللي انخلطه انا اليوم، لكن هذاك كان البدايه. لكن بعد بالطبيعه دخلت في مدارس ونوادي نتاع رقص اللي طورت فيهم المهارات نتاعي والتقنيات نتاعي. بديت بالستيل الكل، الرقص الكلاسيكي المعاصر، الجاز، المودرن دانس، الكونتمبوري دانس، يعني الرقص المعاصر وغيره. وبعد مشيت للرقص الشعبي. Tout est politique pour moi, et surtout la danse. Le corps est très politique. Là, le jasad n'attabro jasad si yesi ou معناها او لا يكون. فنعتبر انه الفنانين اليوم بالوعي اللي عندهم، بالفكر اللي عندهم، بالثقافه اللي عندهم، خلاو انه الرقص اليوم يولي اليه، يولي سلاح نقاوموا به الجهل، نقاوموا به الرجعيه، نقاوموا به الارهاب اللي الناس تقول اش معناها دانسور يشطح، معناها بالنسبه لهم كما ما هو يلزم نهز السلاح انا باش نقاوم الارهاب. لا، نقاوم في الارهاب في عروق الارهاب اللي هو الفكر الظلام وفكر المتطرف، اللي بالرقص وبالفن وبالثقافه نجموا نبتروه من عروقه. فجديد هذا هو التورني بالعمل نتاعي الكومبانيه، تورني بالجلابه، لي وركشوب، لي كور دو دانس اللي نقري. تعرف اللي انا كل ما نسافر لبلاصه نعطي عرض ونقري رقص تونسي، هذا هو اللي انا نحب نختص فيه. وزاد نواصل نمشي لبلايص كبيره كيما بالي طوكيو، كيما لوبيرا دو كون، كيما بالي دو لا بورت دوغي، اللي هما اماكن فضائيات كبيره ما يستقبلوا كان كبار الفنانين في العالم. وهذا يفرح لي خاطر حس ما ريكونيسونس، هما اعتراف بيا كفنان. ما تخليش، ما تستناش، لازمك تبادر، لازمك تمشي، لازمك تخدم، ولازمك تكون مختلف خاصة، لأنه إذا باش تتبع الناس الكل اللي ماشية في نفس الثنية وتقلد وتعمل اللي يعملوا قبلك، نعتبر أنك باش تشتر حاجات وماكش باش تكون مختلف وماكش باش تماركي الناس.